ألف ألف باء تاء مو بتي تاء تيتكم تاء الثاء شو بتكون؟ ثلاثة أصابع يعني ألف باء تاء ثاء دال دال عاء زين دال شوف شلون الطاء؟ شوف شلون الطاء؟ وشوف شلون بتكون؟ الضاء الابهام بيكون شوي على فوق الابهام بيكون شلون؟ على فوق فبنقول صاد ضاء طاء ضاء الفاء شو بنسويها؟ الفاء مثل الصفر الصفر الثانية الصفر الثانية جي الابهام وياها؟ فاء فاء هاي الفاء هاي الفاء عين غين فاء قاف كاف لام الميم الميم شلون بنقولها زين لام ميم لام ميم النون شلون قلنا نون لا بدون نقطة بدون نقطة نون لام ميم نون الهاء ها مو بجي جي هذه الهاء هذه الهاء بطاقة الهوية بطاقة الهوية عين عشرة الأسامي يا عين واحد هنا اسمك عشرة الأسامي يا خالد ميم ضاء ألف أوكي مانا عشرة الأسامي يا مانا أنا اسمي ميم 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 عشرة الأسامي يا أحمد بعدين أنا كامل ميكس عاشت لسامي ميكس ميز الشاب الإماراتي عندنا كل شارع دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات إن تكون الإمارات شلون الإمارات هذه الإمارات ليش يحطون عندنا إشارة الشفاويات عشان يبينون لكم إن لغة الشفاء مرتبطة بلغة الأصابع أو الأي أهم شيء لما نقول إحنا الإشارة لازم تكون الشفاء أو النطق وياها فبنقول الإمارات 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 أنا ربيعتي اسمها سلمى سلمى ليش؟ لأن دوم تحط قصتها على اليم وصديقتي الثانية اسمها منى لأن فيها قمازة ومديرنا ماجد اللي هو مال نادي دبي للمعاقين ماجد وعندنا بعدهم ثاني ولدي الكبير يسمونه مايل ما شاء الله خدود مايل وعندنا واحد ثاني اسمه مايل وعندنا بعد واحد ثاني اسمه مايل شايف اللحيه مطوع مطوع او مطوع